السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ واحد التوضيح على هذا التطبيق بأن الناس شحال من واحد كيقول لك هادشي كدوب، كما كتشوفوا هذا هو الربح ديال اليوم. والبارح راه حولت الربح للباي بال، حولت 1 أورو للباي بال، واليوم عاد وصلني. وبالإثبات غادي نوري لكم كيفاش حولت داك الربح للباي بال وفوقاش وصلني. و بقاو معنا باش تعرفوا التفاصيل. كما كتشوفوا هذا هو الباي بال ديالي، باقي فيه 0.01 أورو تقريبا. دابا غادي نمشيو للتطبيق اللي قلنا، هذا هو التطبيق. كما كتشوفوا فيه 1.03 أورو، غادي نحولها الباي بال. كتجي لهذا الاختيار وكتمشي تختار الباي بال. باي بال اقل حاجه غادي تصيفطها هي 0.95، انا باغي نصيفط 1 أورو. كتكليكي عليه وكتجي لهاد البلاصه، كتجيب الايميل ديال، كدير 1 أورو، كتجيب الايميل باش مسجل في الباي بال، تكتبو في هاد الخانه ديال اكزومبل الفوق هي ها. غادي نكتبو الايميل ديال الباي بال ديالنا، في هاد الخانة كتكتب الايميل اللي مسجل في الباي بال. غادي ندخلو الايميل في هاد المكان، من بعد غادي نهبطو لهاد التحت. نكليكيو عليها ونديرو يس. يس كيقولك راه مشى سميتو داك السولد اللي حولنا لسميتو الباي بال. كيقول لك بان هو ما غاديش يوصلك على 3 ايام ولا تقريبا. كما كتشوفوا راه نقص داك 1 أورو، بقى دابا 0.03 أورو. كما كتشوفوا 0.03. غادي نمشيو للباي بال ديالنا. كما كتشوفوا هي داخله اليوم 24 سبتمبر. كما كتشوفوا راه داخله في هذا التوقيت 8:44، داخله 1 أورو، ونقصو فيها 0.39 هي اللي كتاخد الباي بال، وبقات 0.61. كما كتشوفو هي 0.58، كيحيدو شي لي واحد لي فري 0.شي حاجة. كما كتشوفوا هذا هو إثبات الدفع من هذا التطبيق، تطبيق صادق 100%. كما كتشوفوا